لحظة يا هموم، فقد أوشك الفجر أن يطلع، وكاد الصبح يشق الدجى، ولم يأذن القلب أن يهجع. دعيني دعيني أنم غفوة، عسى أجد الحلم الممتعة. دعيني أطل على الصباح، وما زلت في أرقى موجعة، وما زال يتعبني مضجعي ويضني تقلبي المضجعة. لك الله يا ليلة الذكريات، ولي ما أمر وما أفزع. فلتحلق معنا على بساط رحلتنا لتعرف أكثر عن الشاعر اليمني عبد الله البردوني. أتحدث في محافظة ذمار في اليمن. ولد الشاعر اليمني والناقد والمؤلف عبد الله بن صالح البردوني في قرية البردون عام 1929، وقد عاش تحت رعاية أسرة فلاحية بسيطة لم يكن لها أي علاقة بالعلم. ويعتبر الشاعر البردوني أحد أهم وأشهر شعراء العربية في القرن العشرين. لقد عاش البردوني حياة مختلطة بالآلام والآمال، حيث عاش تجارب كثيرة أثرت في شخصيته تأثيرا مباشرا، بدءا بطفولته وحتى آخر أيام حياته. ففي طفولته فقد بصره بسبب الجدري، فأثر ذلك فيه تأثيرا كبيرا، ولا سيما أن قريته تعتد بالرجل الكامل، وجعله ذلك متمردا على الواقع. ولكن إدراكه لهذا المحيط دفع به نحو العلم ليتغلب على ما هو حوله، فيتعلم أولا ويصل إلى النبوغ ثانيا ليثبت مكانته في المجتمع، واستمر على هذا الحال حتى جعل من العمى صديقا له. فقد أصدرت الأمم المتحدة عام 1982 عملة فضية عليها صورته على أنه معاق تجاوز العجز. لقد كان وما زال يعد البردوني رمزا من رموز الأدب العربي الحديث، حيث كان بارعا مجددا في أشعاره، ويتمثل التجديد في ذلك على تطويع العناصر الأدبية والفنية في أشعاره كلها، إذ أن أشعاره غنية بالاستطرادات الجميلة التي استمدها من مصادر مختلفة. لقد تقيد البردوني بنظام الشطرين، إلا أن لغته الشعرية ظهرت بألفاظ غزيرة استمدها من ذاكرة البصير التي حصلها نتيجة المعارف الواسعة، والتي قل أن يرى نظيرها لدى البصير بالعين فعلا، وكتب مجموعة من القصائد المحاكية للتاريخ والسير والحكايات الشعبية، ومزج بين الشعر والنثر فيها. لقد ترك عبد الله البردوني وراءه مؤلفات فكرية ضمنها عصارة فكره، ولم تقتصر على الشعر فقط، وإنما كتب كتاب اليمن الجمهوري، هو كتاب سياسي ألفه عبد الله البردوني وصدر سنة 1983، يتحدث فيها الكتاب عن تاريخ اليمن السياسي. لقد كان يؤمن عبد الله بالاجتهاد والمثابرة، فالموهبة مهما كانت عظيمة إذ لم يعتنى بها بالممارسة والجهود المتصاعدة فلا يمكن أن تتحقق يوما ما، فإن الوحي والإلهام والموهبة والأصالة ليست إلا بذرات تربى وتقوى بالأعمال المتصلة تثقيفا وممارسة. ماذا أحدث عن صنعاء يا أبتي؟ مليحة عاشقها السل والجرب، ماتت بصندوق وضاح بلا ثمن، ولم يمت في حشاها العشق والطرب. كانت تراقب صبح البعث فانبعثت في الحلم، ثم ارتمت تخفو وترتقب، لكنها رغم بخل الغيث ما برحت، حبلى وفي بطنها قحطان أو كرب. أتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم، أراكم بفيديو أجمل.